ايه يا قناص اللي اتاخرت كده؟ يا قناص درس العربي ابتدى من زمان يا قناص. بجد والله يا محمود؟ اه يا قناص يلا عشان ما نتاخرش بقى. يلا قناص انت رايح فين؟ ايه ده يا صياد؟ انا رايح الدرس هتاخر. درس؟ يا نهار ابيض، ما كانش العشم يا ابو الصحاب. مش انت يا ابني كنت متفق معايا النهارده هنروح نلعب ماتشين بلاي ستيشن وانا كنت هحط عليك فيهم؟ بس على مين يا صياد؟ انا هاجي دلوقتي معاك وهحط عليك يا اسطى. ايه يا قناص انت بتعمله ده يا قناص؟ ايه في ايه يا محمود؟ الحق الدرس يا قناص، درس العربي ابتدى من زمان. الدرس؟ درس ايه يا قناص؟ البلاي ستيشن يا ابني، البلاي ستيشن. بلاي ستيشن يا صياد، عندك حق يا صياد. بلاي ستيشن ايه يا قناص؟ يا قناص الدرس، يا قناص، يا قناص الدرس اهم حاجه يا قناص، ده كله عشان مستقبلك يا قناص. سيبك منه، البلاي ستيشن هيضيعك. الدرس يا قناص؟ استنى يا ابني، البلاي ستيشن يا ابني، البلاي ستيشن اهم من الدراسه يا ابني. احنا هنموت يا ابني، لازم نستمتع بالحياه قبل ما نموت، نلعب ونعمل كل حاجه. ايه ده؟ عندك حق يا صياد، البلاي ستيشن احنا هنموت فعلا. انا هروح العب بقى يا محمود. بلاي ستيشن ايه يا قناص؟ يلا على الدرس بقى يا اخي. طب صياد ما تناديش عليا تاني، انا هروح الدرس بقى. يلا ما ناديش عليك تاني، يا خسارتك يا قناص. وزي ما قلت لك كده يا قناص، الدرس مفيد يا قناص، والدرس هينجحك يا قناص، وده كله عشان مستقبلك والله يا قناص. انت بس المشكله بتحب البلاي ستيشن، بس مع الوقت يا اخي هتحب الدروس. والله المذاكره حلوه قوي يا قناص، فهمني يا قناص. راح فين ده؟ يا خسارتك يا قناص، بقى كده تسيب البلاي ستيشن وتروح للدراسه وتروح. هنلعب ايه بقى يا صياد؟ ايه ده انت جيت؟ الله عليك. هنلعب بقى بيس في 2015 وفي 2016، وهنلعب مصارعه، وهنلعب كل الالعاب ان شاء الله. الله، طب يلا بينا بسرعه. يلا.